حلو. طيب مباراة امبارح خلينا لسه نفضل فيها شوية. امبارح كان في بعض العناوين اللي ممكن يعني تسطر في هذه المباراة، منها يعني ليلة عودة كهربا، والكلام ده احنا قلناه في الانترو ودي حقيقة. يعني محمود كهربا رجع لنا تاني زي ما احنا عارفينه، خلينا نقول كان في يعني هي طبعا كرة القدم ابس اند داونز، بس هو ده كهربا اللي احنا نعرفه، ما كناش نعرفه الكام ماتش اللي فاتوا. دي حاجة. الحاجة التانية برضو لو سألت حضرتك مش على السكور، انا هسألك على الأداء، ويمكن السؤال ده سألناه انا وكريم ليه كابتن موسيماني معانا في المداخلة في الانترو، هو تحدث ان الأداء مش الأفضل ولكن بالزبط. النتيجة عوضت هذا، فلينا نعرف بالزبط. حضرتك يعني الجزء الأولاني بالنسبة لكهربا، كهربا لعيب كبير يعني لعيب دولي ولعيب محترف ولعيب مؤثر بشكل كبير جدا في الخط الهجومي، يعني عنده من المهارات وعنده من الحنكه وعنده من الخداع جداً يعني بصراحه لما كهربا بيبقى كهربا ومركز لا بنستفاد منه بشكل كبير جدا، وبيبقى مطلوب ان هو يبقى موجود في الخط الامامي لمهاجمي النادي الاهلي، واحنا شفنا امبارح لما بمزاجه عالي بيبدا يعني يؤدي اداء جيد مرضي، وكمان حتى كمان الفتره اللي فاتت دي كان في ضغط عليه ان كهربا هيرحل على النادي الاهلي، النادي الاهلي مش موجود نفسياً في حسابات بيأثر بالزبط يعني في 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 تركيز او في ذهن موسيماني، كل ده بيأثر على اللعيب بشكل كبير جدا، لكن ما ينفعش يأثر على اللعيب زي كهربا، لان كهربا لعيب دولي ولعيب خبره و29 سنه لسه قدامه مشوار طويل جدا، واحنا لسه ما اخدناش من كهربا يعني لسه كهربا ما شفناهوش كهربا اللي احنا اتعودنا عليه بتاع منتخب مصر اللي هو بيصول ويقول في ملاعب كرة القدم، احرازه للاهداف، الاسيست، المساعده والمسانده لزمايله. فكهربا بيلعب بدماغه يعني اللعيبه اللي بتفكر زي وليد سليمان كده بيعرف يشغل دماغه بشكل كبير. الجزء الثاني بتاع مستر موسيماني، طبعا مستر موسيماني كان صريح وواضح وهو عنده مصداقيه الراجل بصراحه بصراحه في اقواله، يعني ان هو مش هو ده الاداء المرضي له واللي جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مستنيه الكثير من مستر موسيماني هذا العام، ومستنيه كثير من اللعيبه اللي انا شايفهم يا كريم يا نهوان من افضل اللعيبه اللي موجودين بصراحه في العالم العربي وافريقيا، فلازم الاخراج يبقى احسن من كده واكتر من كده، وجمهور النادي الاهلي بيحب الاداء وبيحب الاهداف وبيحب النتيجه الايجابيه وبيحب البطولات، فالنهارده لازم اللعيبه ديت بالقيمه دي انا شايف لازم يمتعوا جمهور النادي الاهلي بشكل كبير.